مرحبا بكم في قناة ديالنا. إذا كنتوا أول مرة تشاهدوا القناة ما تنسوا الاشتراك بها وتفعيل زر الجرس بس توصلوا بكل ما هو جديد، وشكرا لكم. والآن غادي نبداو الأخبار ديالنا. بأول خبر، اجتماع خاص في الرجاء بسبب مكالمة بطريقة. عقد أعضاء من المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي اجتماعا خاصا مع أعضاء من اللجنة الاستشارية للفريق التي تضم الرؤساء السابقين يوم الخميس، من أجل تدارس موضوع المكالمة المسربة لمحمد بطريقة وتدويناته بالفيسبوك. وأوضحت مصادر قريبة من المكتب المسير أن الاجتماع لم يسفر عنه أي قرار، إذ استمر النقاش حول بطريقة لأزيد من ساعتين دون أن يتخذوا مسير الرجاء وأعضاء اللجنة الاستشارية أي قرار بخصوص الرئيس الرجاوي السابق. وأثارت مكالمة مسربة لمحمد بطريقة ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية، خاصة لدى جماهير الوداد والرجاء الرياضي، كما وضعت فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في موقف محرج بعدما كشف محمد بطريقة عن نقاش جمعه به بخصوص تأجيل مباريات الرجاء. وغضبت أيضا تدوينات لمحمد بطريقة أعضاء المكتب المسير الحالي، ما دفع الزيش إلى مراسلة محمد أوزار بصفته رئيسا للجنة الاستشارية للفريق الأخضر والتي يعتبر بطريقة عضوا فيها، كما أنه يحمل صفات منخرط بالفريق، ويحق المكتب المسير أن يستدعيه للاستماع إليه في حال قرر مسير الرجاء ذلك. والآن غادي نمر الخبر الثاني وليجع على الشكل التالي. عضو جامعي يتدخل لتسوية خلاف الرجاء ومحمد فاخر. تدخل عضو جامعي ومسير سابق بالرجاء الرياضي في الخلاف القائم بين محمد فاخر والمدرب السابق للرجاء والمكتب المسير الحالي بسبب رغبته في الحصول على مستحقاته عقب حصوله على حكم نهائي من محكمة التحكيم الرياضي الطاس يلزم الرجاء بأداء مبلغ أزيد من 520 مليون سنتيم لمدربه السابق. وطلب العضو الجامعي فاخر منح الفريق الأخضر بعد الوقت من أجل تسوية وضعيته، لأن الفريق يمر من أزمة مالية تحول دون توفير سيولة مالية لأداء مستحقاته في الوقت الراهن. وكان محامي فاخر قد أصر على رفض مقترح الجامعة بوضع فاخر ضمن قائمة النزاعات الرجاء للحصول على مستحقاته من منحة النقل التلفازي التي تقطعها الجامعة للرجاء لأداء نزاعاته، وألح على حصوله على مستحقاته دون انتظار. وهدد محامي المدرب الرجاوي السابق محمد فاخر الجامعة والاتحاد الإفريقي بسبب عدم التزامهما بالاستجابة لمراسلته بإلزام الرجاء. ويعود خلاف فاخر مع الرجاء إلى فترة رئاسة سعيد حسبان الذي قرر إقالته من تدريب الرجاء، ما دفع فاخر إلى اللجوء إلى الجامعة حيث حصل على حكم بقيمة 63 مليون لم يكن راضيا عنه، ما اضطره إلى اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي ليحصل على حكم بأزيد من 520 مليون سنتيم. والآن غادي نمر الخبر التالي. الأهلي المصريين في اهتمامه بضم نجم الرجاء. نفى أمير توفيق مدير تعاقدات بالنادي الأهلي المصري لكرة القدم ما تردد مؤخرا بشأن مفاوضات الفريق المصري مع محسن متولي مهاجم فريق الرجاء الرياضي تمهيدا لضمه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكشف أمير توفيق في تصريحات إعلامية عدم صحة ما تردد بخصوص رغبة الأهلي في التعاقد مع عميد الرجاء، معتبرا هذه الأخبار لا صحة لها سوى اجتهادات لا أساس لها على أرض الواقع، على اعتبار أن الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات من قريب أو بعيد مع مهاجم المغربي، متسائلا من أين يأتي هؤلاء بمثل هذه الأنباء وتلك المفاوضات الغريبة التي لا نسمع عنها إلا في وسائل الإعلام فقط. وكانت تقارير صحفية مصرية قد نشرت خلال الساعات القليلة الماضية خبر دخول الأهلي في مفاوضات مع محسن متولي، وأكدت أن صانع ألعاب الرجاء رحب بالعرض الأهلاوي، ما يعني دخول المفاوضات مرحلة متقدمة لحسمها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قبل أن يبدد مسؤول الأهلي خبر التعاقد شكلا وموضوعا، ويؤكد أن الأهلي لم يتحدث مع اللاعب الرجاء. الرجاء يؤجل الحسم في صفقة نجم الفريق حميد أحداد. قرر المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم تأجيل تفعيل بند شراء عقده لاعبه حميد أحداد المعار من نادي الزمالك المصري حتى نهاية الموسم الحالي. وكشفت تقارير صحفية مصرية أن الفريق الزمالك تلقى تأكيدات عبر وسطاء بأن الرجاء قرر تأجيل تفعيل بند شراء اللاعب أحداد حتى نهاية الموسم الحالي. وتابعت أن إدارة فريق الرجاء
لا تريد استباق الأحداث في صفقة أحداد في ظل علاقاتها الطيبة مع إدارة الزمالك. وأكدت أن فريق الرجاء ينتظر تحديد مصير دوري أبطال إفريقيا ثم مناقشة بعد ذلك عن القرار النهائي في الصفقة، مشيرة إلى أن اللاعب أحداد لن يتمكن من المشاركة في المباراة المرتقبة بين الرجاء والزمالك برسم نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي قرر الاتحاد الأفريقي تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، سوى بتسديد النادي الأخضر $200,000 للزمالك. وكان جواد الزيات رئيس فريق الرجاء الرياضي قد تحدث خلال تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي وقال: شراء عقد أحداد يبدو أكثر تعقيدا لأنه مرتبط بطرف آخر وهو الزمالك، ولا نعلم حجم مطالبهم المالية بعد، كما لم تتضح صورة الموسم حتى الآن وكيف سينتهي وما إن كنا سنحول بند الإعارة للشراء. وأضاف أن الطاقم التقني للفريق أخبره برغبة اللاعب في الاستمرار رفقة فريق النصر الخضر، الأمر الذي من شأنه أن يسهل أمور ضم اللاعب في ظل وجود ثلاث أطراف في هذه الصفقة وهم الرجاء واللاعب أحداد وكذلك النادي الزمالك المصري. مالانغو رد على مازيمبي والوداد كان بهز الشباك. تحدث بين مالانغو نجم هجوم الرجاء الرياضي لأول مرة عن أبرز لحظات الموسم الجاري في حوار عبر انستغرام، واعتبر بين أن القيل والقال الذي سبق مواجهة أمام الوداد في الكأس العربية ومازيمبي فريقه السابق دفعوا للرد داخل الميدان وهز شباكهما معا ومساعدة فريقه الأخضر على التأهل. وأكد اللاعب أنه توصل بانزعاج الوداديين من مدى قانونية مشاركته في دوري الأبطال أو مدى صحة توفره على مباريات دولية كافية مع المنتخبات الوطنية للكونغو الديمقراطية ما دفعوا لمحاولة الرد داخل الميدان، وهو ما تحقق بهدف اعتبره واحدا من الأهداف الأكثر حسما التي سجلها في مساره الكروي. وحول مباراة مازيمبي أكد اللاعب أنه يحترم فريقه السابق لكنه حاليا لاعب للرجاء الرياضي، وهو الأمر الذي كان على ناديه التأقلم معه، معتبرا أن كل هذه الضغوطات كان سبب في حثه على التسجيل منذ أول فرصة سانحة في مرمى العقارب خلال مباراة الذهاب دور الربع لأبطال إفريقيا. جماهير الرجاء والوداد تهزم أنصار الزمالك والأهلي في الاستفتاء المصري. صنف الاستفتاء المصري أجراه ونظمه واحد من أشهر المواقع الرياضية المصرية جماهير فريق الرجاء والوداد الرياضيين من أحسن الجماهير العربية، متفوقا على العديد من الجماهير من المحيط إلى الخارج، ووضع الاستفتاء العديد من الدربيات العربية لاختيار أفضل لوحاتها والجماهير التي تحضرها. اتفوق الدربي المغربي على بقية الدربيات العربية بما فيها دربي العاصمة المصرية القاهرة الذي يجمع بين الأهلي والزمالك المصريين، وأبدت العديد من الجماهير العربية اندهاشها لفوز جماهير الدربي المغربي بالرتبة الأولى باستفتاء شارك فيه المصريون رغم حبهم الكبير للأندية الأهلي والزمالك المصريين، لكن الصور والفيديوهات التي رافقت الدربي المغربي وخاصة الدربي العربي التاريخي برسم تمو النهائي كأس محمد السادس لأندية الأبطال جعلت غالبية المناصرين المصريين يرجحون كفة جماهير الطلبيضة على بقية الجماهير العربية وبفارق مهم من النقاط. ترخيص يسمح للاعبين بالرجاء لزيارة الوزيز. أجاز ترخيص خاص حازه كل من عبد الرحيم الشاكر وعمر بطيب لاعبا فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم كسر حجرهما الصحي المفروض في المغرب إلى غاية 10 من شهر يونيو المقبل بسبب تفشي وباء كورونا، ومنح فريق الرجاء الرياضي ترخيصا استثنائيا للاعبه عمر بطيب وعبد الرحيم الشاكر حتى يتمكن من مواصلة برنامجهما العلاجي داخل عيادة الفريق الأخضر بعد أن كان قد تعرض في وقت سابق لإصابة خلال إحدى المباريات حتى يستعيد عافيتهما بشكل نهائي. وسيضطر بطيب والشاكر إلى كسر الحجر الصحي لعيادة طبيب نادي الرجاء مرة كل 3 أيام إذ سيخضع خلالهما وبشكل انفرادي كل واحد منهما لبرنامج تأهيلي، إذ يستجيب الترخيص الذي حازه اللاعبين للمعايير التي تفرضها السلطات بسبب كورونا وتجنب التجمعات داخل عيادة النادي. الزمالك مهدد بالعقوبة من الكاف قبل مواجهة الرجاء.
تهدد العقوبة نادي الزمالك المصري من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم بسبب تعليق لافتة عملاقة يوم الجمعة بأنه نادي القرن الحقيقي بالبطولة وليس بالمجاملات. وكشفت إحدى المواقع أن ما أقدم عليه نادي الزمالك الذي سيواجه الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا سيعرضه بدون أي شك للمساءلة القانونية بعد أن تم استخدام شعار الكاف. وقال الموقع المذكور: لوائح الكاف واضحة، إذ ما تم استخدام شعار الاتحاد من جانب أي هيئة أو شخص فإن ذلك يعرضه للمساءلة قانونية. واحتفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بذكرى تتويج الأهلي بنادي القرن في إفريقيا، وهذه الجائزة أثارت لغطا شديدا حتى الآن رغم مرور 20 عاما على تتويج الأهلي بها، حيث يؤكد الزمالك أنه الأحق بها لتتويجه بتسعة ألقاب مقابل سبعة للأحمر. وتوجهت إدارة أبيض إلى المحكمة الرياضية الدولية لحفظ حقوق النادي. والآن تهينا فقرة أخبار الرجاء الرياضي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوش الإعجاب به والاشتراك في القناة باش توصلوا بكل ما هو جديد. وشكرا لكم، إلى فيديو آخر إن شاء الله.